إن معدل المواد العضوية الموجودة في نفاياتنا اليومية يساوي تقريباً 54%، ويعد تسيير الكمية الهائلة المنتجة منها سنوياً جد مهم بالنسبة للبيئة ويؤثر عليها بصورة أو بصفة سلبية. وفي هذا الصدد خصصت دائرتنا الوزارية أو خصصت وزارة البيئة على حساب الصندوق الوطني للبيئة والساحل أو كما يسمى الفنان مبلغ 7 ملايير دينار لإنجاز 33 محطة لمعالجة عصارة النفايات عبر مختلف ولايات الوطن.